لازم احاول. ايه ده؟ على عبادتك تكسر حفظتها. مش استاذك علمك تختار الخناقات اللي تدخلها؟ علمني ان افكر في الناس كلها قبل ما افكر في نفسي. ده لو ما حاولناش نحسنه. انت مش فاهم، عمرك ما حاربت حد غير نفسك. يمكن عشان كده انا لسه عايش. قلت لك مش هتستمر. انا لازم ابعد عن الحاجات دي. ما تقولش كده. انت عايز مامتك تاخد عزاك؟ مش هسمح لك. هولوجرام، تقنيات ثانيه من صحابك في روكسون. انا بتعامل انما انت لحظه. انت ساذج يا ابن اخويا. انت الولد اللي واخد سبايدر مان قدوه. لا، انا الولد اللي مش واخد ثاني قدوه ليهم. عمرك ما هتتقبلني كسبايدر مان، ودي مجازفة لازم ما تخلينيش اتهزم. تموت عشان يلعبوا دور الأبطال. هتجنن كده؟ لو ده هو المطلوب. انا عارف ان انا غلطت. انا خيبت املك. بس احنا عيلة. عيلة؟ وده منع انك تكذب عليا او تخدعني او تحاربني؟ موضوع العيلة ده مش كفاية. مش لازم الموضوع يبقى كده. ان انا وانت نكره بعض، هو ده اللي حصل بيني وبين ابوك. انا مش عاوز ده يتكرر معاك. ولا انا. انا مش هينفع ابقى زي ما انت عايزني، ومش هخذل الناس اللي محتاجاني. المفروض أعمل أحسن من كده.